لينا المغربي، برحب بيكي معايا في وش. ببارك لك في الاول على الكتيبه 101. عايز اعرف قبل ما اكلمك في الكتيبه، رمضان عامل معاكي ايه؟ بتعملي ايه؟ رمضان قاسي جدا. انا بحب رمضان واجواء رمضان، بس هو بيبقى للاسف مؤخرا يعني سحور وفطور وحاجات، فمبقاش عندك زمان كان رمضان هادي كده، تقعد تتعبد كده مفيش ده، بقينا يعني في براشر كده، فبنحاول نسرق الوقت ان احنا نبقى نقعد مع نفسنا كده. لما بتسرقي الشويه ده بتعملي ايه؟ لا نقعد بقى نقرا قران، الحاجات الهاديه كده، تقفل على نفسك، تصلي كده، يعني نرجع للطبيعه، نرجع للمفروض نعمله. نينا في المطبخ بتعملي ايه؟ ده الاسئله المحرجه دي. نينا في المطبخ تعمل اسم برنامج. نينا في المطبخ اسم برنامج؟ لا انا هسميه، يعني هنعتبره افتكرته موجود. لا نينا ما يعني مش عايزه احرج نفسي. نينا بتاكل في المطبخ، ما بتتخنيش. ازاي عامله ده؟ احنا بنلبس حاجات واسعه عشان نداري. لا كله بيتخن طبعا في رمضان، لازم نتخن. معروفه. ايه الاكل اللي انت بتحبي تعمليه اصلا؟ ما قلنا بلاش الاسئله دي. اكله واحده يعني، حاجات الخفيفة. غير سؤال. ما بعرفش اطبخ. بصوا انا ما بعرفش اطبخ صريحة. انا ما بعرفش اطبخ. طيب عايزه ابارك لك على الكتيبة 101 وعلى دورك مع يعني مع الاستاذ فتحي عبد الوهاب، ودور مختلف تماما عليكي يعني. انا مبسوطه جدا ان انا اشتغلت مع استاذ فتحي، كنت بجد مبسوطه قوي. هو قامه فنيه مهمه جدا، وتعلمت منه يعني، حتى لو يعني اشتغلت في الكتيبة كان دور يعتبر صغير، بس مع نجوم وعمالقة الفن في الوطن العربي وفي مصر، فكنت مبسوطة قوي قوي. دورك انت حتى بتقولي عليه صغير، بس هو ليه ابعاد كبيره جدا. وفكره ان انت البلوت تويست اللي موجود في الدور بتاعك، من واحده بتحب قوي وهي بتضحي علشان خاطر تكون موجوده مع حبيبها، رغم ان هو مش انسان سوي اصلا يعني، وفي الاخر برضه هو بينفضح امره يعني. ايوه بص، هي هقول ايمي كان عندها ما يسمى بستوكهولم سيندروم، هي بتحب قوي، فهي بتحب بسذاجه يعني. هي مش فاهمه قوي هو بيعمل ايه، بس عامله فيها ان انا فاهمه كل حاجه وانا عارفه انت بتعمل، بس هي مش فاهمه هو يعني ايه ابعاد الخطوره او خطوره الشغل بتاعه، فهي مش فاهمه ان هو شخص بيعمل ايه. ساذجه قوي، بتحب قوي، لقيت حد قوي منبهره بيه، فمبسوطه بالحاله دي. فهو ده دور ايمي، بس دور ايمي هو له ابعاد تانية خالص يعني، غير ان هي واحده قاعده في البيت بتستنى جوزها. لا هو دور بيوريك انه حتى مهما كنت فيلن، اللي هو دور فتحي، لا هو دايما عندك السوفت سبوت، دايما عندك حته كده بتحب حد، ممكن يبقى ابنك، زوجتك. فطبعا في ناس بتصطاد في المياه العكره زي ما بنقول، ولقوا نقطه الضعف. شكرا جدا. شكرا سياوي. شكرا.